ومركله يميل كله برامج هني دعاء قلبها ما أنتنا وحيفرت نوقف في قنتهاي أبصيريانا أو نافعة أو لبض الوجود ماذا في كجرتي أصل كيسنا نشجعي إنه يا فلسطيني أبهاس أي وحكوا ديننا لباتوين كهستا لكن مؤجو إن كفر حنينه وأنسينا إنه العق وكافر لبك وخبنا وإن لو ذاك دونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله. أخواني أنا أخوكم من بلاد الشام، أتيت إلى هنا منذ شهر ونصف وأنا أطلب المساعدة من الله ثم منكم، أنتم أخواننا مسلمون إخواني، وأنا أقسم بالله العظيم جنسية فلسطينية أعيش في سوريا وأتيت إلى بلادكم الكريمة وأنا بعهزة إلى عملية هنا يا أخوان، أقسم بالله العظيم وهذا وضعي وهذا حالي يا أخوان، وأتيت مهجر من سوريا من الحروب ومن الزلازل يا أخوان، وبارك الله بأخي عبد العزيز وجزاه الله كل خير على مساعدتي العون هو وأخوان الصوماليون الطيبون، نحن ما رأينا من الصومال إلا كل شيء طيب، هم أخواننا وبارك الله بالمسلمين وبلاد المسلمين وجزاهم الله الآخرة في جنات الفردوس إن شاء الله، بارك الله بكم أخواني وجزاكم الله كل خير. وأنا لدي 5 أطفال إخواني وهذه زوجتي، لدي 5 أطفال بقوا في سوريا يعني في الزلازل وفي الحروب وأنا لا أعرف ماذا أفعل يا أخوان، وأطلب من العون من الله العون ثم منكم، بارك الله بكم وجزاكم كل الله كل خير. وهذا أخونا عبد العزيز الطيب لم ألقى مثله، رجل طيب إخواني، بارك الله به وبإخواني الصوماليين، هو يساعدني أعانه الله وأعاننا يا رب وجعله في الآخرة بكل ميزانة الحسنات كرامة لله عز وجل وجعل له جنة الفردوس العليا، بارك الله بكم إخواني. dibaatooyinka ugu badan ee tirsanay waxa kamida in aabahaani uu naafay yahay kadibna qaliin uu u baahan yahay qarashna uusan haysan ummada Soomaaliyeed wuxuu ka codsanayaa inay garab istaagaan oo ay dhaqaalo iyo waxay u awoodaan ba ay siiyaan $100 fi Ramadaan Allah ybarak fiik ya rab jazakallahu kull khair akhi abd alaziz hada akhuna abd alaziz a'tana $100 minhu من ماله الشخصي صدقة في أفطار رمضان جزاه الله كل خير صدقة من الشعب الصومالي بارك الله به جزاه الله كل خير هو وجميع أمة المسلمين يا رب هذا أخونا أخو المساكين هو الذي يساعد المساكين بعون الله بارك الله به وجزاه الله كل خير وأعطاه جنة الفردوس في الآخرة وفي الدنيا أتقاه الله بعمله الحسن يا رب بارك الله بكم. هذا نمبري الكامل اسمي أنا جمعة هدوان رقية مسجل باسم جمعة هدوان رقية وجزاكم الله كل خير أنتم وأخي هذا عبد العزيز ريالي بارك الله بكم يا رب وحكم هاد علي قرشك عين مسيني فرحات فربضنا إياه كم وقته لكن وحانو شيقينا إن نسيب كيسي أي هاي إسلامر كانو كسو هذا حلي برامشك دعاء قلبي وصعده قيب أيونك النقضي